بيحصل ده بصراحة ما يتسكتش عليه. خير يا دلال، ايه اللي حصل؟ البت اللي داخلة خارجة في انصاص الليالي قطك دي بتعمل ايه؟ انت بتتجسسي عليا مرات ابويا ولا ايه؟ البت تعبان وممكن توقعك في الغلط، وساعتها الحاج هيعمل مصيبة. اولا انا ما بسمحلكيش تكلميني بالطريقة دي ولا تشك فيها بالشكل ده. ثانيا يا دلال، مش انا اللي توقعني واحدة خدامة، فاهمة؟ عموما ما تزعلش، حقك عليا. ما حصلش حاجة، تصبح على خير. وانت من اهله. ايوه ست لؤى، طمنيني عليكي. والله انا بقلق عليكي قوي، عشان كده انا بفكر بجد اجيب 2 رجالة كمان يحرسوكي جنب الراجل نمر بتاع شبرا ده. انا خايف ان الراجل ده يتجنن في مخه ويبعتلك حد تاني عشان يأذيكي، والنمر ده مش هيقدر عليهم. ايوه انا اهم حاجة عندي ان انا اطمن عليكي. انا لو حد فكر يمسك والله انا ممكن افرمه. امال ايه الوقت؟ احنا عندنا اغلى منك، بيطمنيني عليكي، بيوحشني صوتك قوي. ماشي ماشي يا ست البنات، مع السلامه. صوتك بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا. اشك 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 اشك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي كده ليه؟ الله يحكي، ايه حكايه لقى دي بقى بالظبط؟ ايه حكايه لقى بالظبط يعني ايه؟ بتتحسور كده ومدلعها على الاخر. طمنيني عليك يا لقى، اللي يمس شعره منك يا لقى فرمه. هو مين ده اللي تفرمه يا حاج؟ يعني هو في راجل تاجر في الوكاله كده مغتت معاها يعني. مغتت معاها يعني تاجر في الوكاله؟ ما جوزها يا اخويا يفرمه لها، اشمعنى انت؟ انا مش فاهم انت بتتكلمي في ايه دلوقتي. بقول لك ايه يا حاج، ما تهربش من السؤال وجاوب عليا. جاوب عليك ده ايه؟ كلمتين بقولهم مجامله، ما انت عارفه شغلنا اغلبه كلام مجامله كده. شغل ده ايه يعني؟ ما قلتليش حاجه عنه. وانا من امتى بقول لك حاجه عن شغلي؟ انا في بيني وبينها بضاعه بنستوردها، مالكيش دعوه بشغلي خالص. انت نسيت يا حاج ان انا كنت سكرتيرتك الخاصه وعارفه كل حاجه عن شغلك؟ بقول لك ايه، مش عايز اسمع صوت منك في الحكايه دي خالص. سايبني يا حاج ورايح على فين؟ مين؟ انا جنة. خير يا جنة، في حاجة؟ كنت عايزاك في موضوع كده. هو حسونة عندك؟ لا مش هنا. احسن برضه. ايه يا جنة، في حاجة؟ ابدا، اصل ابله فردوس نايمة وانا لقيت نفسي قاعدة لوحدي زهقانة كده، فقلت اجي اقعد معاك كده نتسلى شوية. قولي انت بتحب الرقص؟ بتعملوا ايه؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا راجل انت تحت السرير؟ الشراب ضاع مني، نزلت ادور عليه تحت السرير راحت عليا نوع. ايه رأيك في ده؟ وحش. ده وحش؟ وحش. طب وده؟ برضو وحش. برضو وحش؟ ايوه وحش، ذوقك مش عاجبني. الله. طب اقولك ايه، لف انتي لفه بقى ونقي اللي يعجبك على راحتك. ايوه سيبيني بقى انا نقي بذوقي يا اختي. لقاء، شفتي فستاني؟ ايه رايك فيه؟ قمر يجنن عليكي بجد. حلو؟ حلو قوي. مريم كده يا سمر، وريني حبيبتي لفي كده. وحش قوي يا سمر. ايه ده؟ ايه الحلو اللي فيه؟ ايوه يا سمر، احضر خطوبة يوسف. ما انت عارفه يا سمر الظروف اللي انا فيها. خلاص
كيمو. زي القمر. منور الدنيا يا حبيبي. ونورك منور الدنيا. مبروك يا جيش. الله يبارك فيك يا حبيبي. عقبال الليله الكبيره يا رب. ان شاء الله 10 مرات 10 مرات. شرفتينا يا دنان هانم. متشكره قوي يا معالي الوزير. الف مبروك يا معالي الوزير. يوسف ده بقى ابن اللي انا ربيته، مش هوصي حضرتك عليه. كويس انك جبت الست ام دلال معاك تنورنا. ما هي دي الست البركه. ده نورك يا سعاده الباشا الوزير. الله يخليكي. انت اخبرت حياتك الصحفيه؟ اهو يا فندم. مفيش اخبار ولا حاجه يا باشا. مفيش ايه؟ احنا بنعمل اللي علينا يا معالي الوزير. لسه برضه مشغول بمحاربه الفساد؟ سعاده الباشا الفساد كان خلص عشان نبطل نحارب ولا ايه؟ ربنا يقوينا عليه وعلى اصحابه. اصحابه مين دول بقى؟ كتير يا باشا كتير. وبعدين اللي مستقوين بنفوزه. نفوز ايه وبتاع ايه؟ هو شغل في البيت وبالغيط؟ احنا في فرح يا ابني، في فرح. ايه ده؟ هو ساعتك عزم الراجل الحاج جدة؟ ثانيه واحده. وبعدين يا ابني مش تخلي عندك دم، ده كلام تقوله للراجل؟ معالي الوزير. ازيك يا جاد؟ الله يخليك يا باشا. انا في الحقيقه كنت خايف لا تكون غضبان عليا، بس لولا تليفون سيادتك ليا هو اللي طمني يعني. انا لسه زعلان منك بس ماسك نفسي، لكن عندك فرصه انك تصالحني. عليات كلمي معالي الوزير يا لكرم. أمرني معاك. شوف يا جاد، انت عندك فرصة انك تتفاهم دلوقتي مع لقاء على تفاصيل الانفصال اذا كانت هي لسه عايزة الطلاق. ها قلت ايه؟ في ايه؟ في طلاقنا طبعا. هيكون في ايه يعني؟ في طلاقنا. انا برضو عند رأيي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تراجعي لي كل ما اللي مصرفته عليكي. انت متاكد من اللي انت بتقوله ده ومصر عليه؟ مصر عليه. جاية كده زي فرقع لوز، ما تحترم نفسها وتقعد جنب جوزها. ايه الستات الصايعة دي؟ صايعة؟ ايه بس في ايه؟ انت مالك؟ انت قرشة ملحتها ليه؟ مالك بيها؟ قرشة ملحتها؟ مين دي اصلا علشان اقرش ملحتها ولا ابص لها اصلا؟ مش عارف ليه حطها في دماغك وزعها كده. في ايه؟ دماغي يا حاج؟ انا ولا احطها في دماغي ولا اساسا تعني لي شيء في الحياة. لا بصراحة انت من ساعة ما رجعت من عندها المحل وانت شايطة ومش مش عارف ليه. اصل بصراحة كده طلع ذوقها وحش مش عاجبني. دي ذوقها وحش؟ لقى ذوقها وحش. ممكن اتكلم معاك شوية؟ ماليش مزاج يا كمال. انت فاهم غلط. انا لا يمكن اعمل حاجة تضايقك. خدت الكمبيالات بتاعتك ولا لسه؟ كمبيالات ايه؟ كمبيالات ايه؟ اخصى عليك يا كمال، ما كنتش فاكرك هتطلع كده ابدا. اخصى عليك. مبروك يا اخويا. انت ايه اللي جابك هنا؟ بره 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 بره. بس ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا دلوقتي؟ جاي
يبارك لك. ده اخويا. بس اخلص يا ناس. بقول لك ايه، خليك انت مع راسك، سيب الواد ده انا هتصرف معاك. اطلع قدامي اطلع. بابا مين ده يا يوسف؟ يوسف. ها؟ بقول لك مين ده؟ ده واد عبيط كده، شغال عندي، شغال عندي بس عبيط كده. يلا ما تاخديش في بالك. انا مش فاهم انت ايه اللي جايبك يا غبي هنا دلوقتي؟ جاي احضر الفرح. انا هستناك لما تتكلم. ده ايه القرف ده؟ يلا على بره، مش عايز اشوف غيرتك بره. يا بابا حرام عليك يا بابا، سيب واحد للفرح عشان مالكيش دعوه انت. الواد ده مش هتشوفه هنا يا هاب، ارميه بره. اتفضل يا عالي. يا بابا عالي وحيد. يلا يلا معايا دلوقتي، اسمع كلامي يلا عشان اصلح. يلا نتكلم معاك. يلا يا وحيد.